موضوعنا اليوم عن الموردين وقوة الموردين في السوق المحلي. للأسف في الكويت موارد الأكل اللي عندنا مو كثيرة، مو نفس في الخليج مثلا، مو نفس دبي أو قطر أو عمان. فدائما إن إحنا مشكلتنا في الموردين، فالبزنس مالك لا تفكر فيه ولا تفكر بالفكرة إلا لما تدري إن هي لها مورد. لا تفكر فيها إلا إذا تدري إن المورد يقدر يعطيك إياها لمدى سنين قدام، لأن تقدر تلاقي شيء ممتاز ولكن يعطيك إياها 3 أشهر وبعدين، وفكرتك الأساسية قائمة على هالشيء بالضبط، فما تقدر إن أنت تكمل في البزنس. فدائما الموردين هم أساس أي بزنس. دائما إنك أنت تنقي الأكل أو تنقي الفكرة مالتك على حسب قوة المورد الموجود. ولكن دائما أقول بسبب ضعف الموردين بالكويت إحنا يخلينا نشتغل ونسوي شيء مختلف تماما لضعف موارد الأكل اللي عندنا. فدائما إذا الشيء لقيته مو زين حاول إن أنت تدقق فيه وتحاول تطلع أخطاءه وتنفذه بأفضل طريقة.